وينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام عبر الإنترنت السيد أسامة حمدان عضو المكتب السياسي بحركة حماس. سيد حمدان أحييك وأبدأ معك بخبر كان قبل قليل من حوالي ساعتين أو أكثر بثته هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي قال أن إسرائيل من الممكن أن توافق على الانسحاب من محور فيلادلفيا لكن في المرحلة الثانية من الصفقة. هل وصلكم أي شيء يؤيد أو ينفي مثل هذا الكلام سيد أسامة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لم يصل أي شيء رسمي حتى الآن، كما تفضلت أنت أن هذا الخبر قبل ساعتين، لم يصلنا أي شيء رسمي بهذا الخصوص حتى الآن، وربما يصل. لكن بكل وضوح أنا أقول أن الموقف الإسرائيلي بالذهاب إلى الانسحاب من فيلادلفيا سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح. إذا أرادت إسرائيل أن تنهي ما يجري وأن يتم استعادة الأسرى وإجراء تبادل الأسرى، فلن يكون ذلك إلا عبر بوابة واحدة، وهي الموافقة على ما قدم الوسطاء من مبادرة في تموز الماضي والتي قبلتها حماس. أما الحديث عن الانسحاب في المرحلة الثانية أو في الأولى كما هو المفترض، فأنا أعتقد أنه مزيد من إضاعة الوقت. كان يفترض أن لا نقع فيها وأن لا يقع فيها أحد لولا عناد نتنياهو وإصراره غير المبرر على استمرار العدوان، سوى رغبته الجامحة في المواصلة في الإبادة الجماعية، مقتنعا أن سلوك الإدارة الأمريكية يعطي هذا الهامش، سلوك الداعم بكل طريقة ممكنة سياسيا وعسكريا واقتصاديا. على أي الأحوال، أنا أعتقد أنه إذا صح الخبر فهو سيكون خطوة بالاتجاه الصحيح، لكنها ليست كافية. المطلوب هو إعلان رسمي إسرائيلي بالموافقة على المبادرة التي قدمها الوسطاء في أواخر حزيران الماضي، وأبلغت حماس الوسطاء بالموافقة عليها مطلع تموز يوليو، ولكن الرد الإسرائيلي عليها كان مع الأسف بارتكاب مجزرة المواصي ثم مجزرة خان يونس ثم اغتيال الأخ الشهيد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية رحمه الله. طيب، هل من الممكن الوصول لحلول وسط مع الاحتلال الإسرائيلي فيما يخص محور فيلادلفيا صلاح الدين؟ يعني مثلا أن تكون هناك يعني قوة لا تتبع للاحتلال الإسرائيلي، تتبع لدولة ما، لعدة دول، أيا كان، يعني هل من الممكن أن توافقوا على مثل هذه الأطروحات حتى يعني تزيل هذه الورقة وتأخذوا هذه الورقة من يد بنيامين نتنياهو أم لا؟ أخي أحمد، هناك مسألة مهمة ينبغي أن نقولها بصراحة. الإصرار الإسرائيلي في موضوع محور فيلادلفيا لا علاقة له بموضوع كما يزعم في تهريب السلاح أو غير ذلك. المسألة تتعلق بإصرار الإسرائيلي على انتهاك السيادة المصرية والفلسطينية، وإصرار الإسرائيلي أن يقول دوما أنه الطرف الذي يحدد كيف تكون عليه الأمور في المنطقة. الوجود على محور فيلادلفيا من الناحية المصرية هو انتهاك لاتفاقية كامب ديفيد، والوجود على محور فيلادلفيا من الناحية الفلسطينية هو وجود للاحتلال على أرض فلسطين. وبالتالي نحن نقول وبكل صراحة، هذه الحدود هي حدود فلسطينية مصرية مشتركة، القرار فيها وكيفية إدارة الوضع عليها يعود للجانبين الفلسطيني والمصري، وليس للإسرائيلي أن يقرر فيها لا وجوده هو ولا وجود آخرين. وإذا كان يريد أن يتواجد آخرون فبقرار من؟ القرار المصري لا يريد آخرين والقرار الفلسطيني لا يريد آخرين. لذلك هي تعيدنا المسألة هنا إلى النقطة الأساس، ما هو سلوك نتنياهو التفاوضي خلال السنة الجارية حتى الآن؟ هو سلوك يطرح فكرة بمقابل الفكرة التي يطرحها الوسطاء، نصل إلى خلاصة نتيجة الطروحات سواء من طرف حماس أو من طرف الجانب الإسرائيلي أو الوسطاء، يعود نتنياهو ليفتح النقاش من جديد ويطرح فكرة كان قد وافق عليها ويضيف شرطا كان قد تجاوزه قبل ذلك، بمعنى أنه لا يبحث عن الوصول لاتفاق، هو يحاول أن يكسب الوقت، مزيد من الوقت، على أمل أن ينجح في الوصول إلى أهدافه التي فشل حتى الآن في تحقيقها كما يريد
على مدى 11 شهر. في نقطة محور فيلادلفيا حتى نغلقها، هل تنسقون مواقفكم مع السلطات المصرية بما أنكم الآن يعني أنتم من الناحية الفلسطينية ومصر من طبعا يعني السلطات المصرية من الناحية المصرية، هل تنسقون معها في هذا الموقف خصوصا أن يعني مصر اليوم كانت واضحة وصريحة أن بنيامين نتنياهو يحاول أن يدخلها في هذه المسألة وهي تبرأت تماما من كل هذه المعوقات وألقت باللائمة بشكل واضح على بنيامين نتنياهو، فهل تنسقون مع مصر في هذا السياق أم لا؟ هناك أكثر من محطة جرى التنسيق فيها مع الأشقاء في مصر، لعلك تذكر في بداية العدوان على قطاع غزة كان المخطط الإسرائيلي هو دفع الشعب الفلسطيني للنزوح باتجاه سيناء، وحاول الإسرائيلي جهده وجد عنادا فلسطينيا ورفضا مصريا، وبالتالي لم ينجح في ذلك. ما يتعلق بمحور فيلادلفيا، نحن متفقون أن هذه المنطقة لا يجب أن يكون فيها أي تواجد غير مصري وفلسطيني. الآن نتنياهو يحاول أن يحمل أو أن يقحم مصر في المسألة، لأنه أيضا هو لا يريد أن يكون الأشقاء العرب وسطاء، ويريدهم أن يكونوا إلى جانبه أو أن يكونوا ضاغطين معه على الجانب الفلسطيني، وهو ما لم يتحقق له، لأنه أيضا ما تطرحه حماس والمقاومة، فضلا أنه يحظى بدعم كل فصائل المقاومة وأنها تفوض حماس بهذا التفاوض، فهو أيضا تطرح حماس بمنطق سياسي وميداني صحيح ومعقول، ولا يمكن لأحد أن يعترض عليه. عندما نقول أن هذا المحور هو محور فلسطيني مصري، لا يستطيع أحد أن يقول لنا غير صحيح، لأنه هذا هو الواقع الدولي، وهذه هي المنطق السياسة الدولية ومنطق القانون الدولي. لذلك أنا أعتقد أنه طبيعة التنسيق في بعض المحطات كان خادما لنا ومفيدا لنا كفلسطينيين ولقضيتنا. وأنا أعتقد أيضا أنه بعد الذي جرى منذ 7 من أكتوبر حتى اليوم، لم يعد أحد يرى إسرائيل في المنطقة، لم يعد أحد يرى إسرائيل كما كانت عليه قبل 7 من أكتوبر. تراجعت قيمة إسرائيل الجيوسياسية بشكل كبير، تراجعت قيمة إسرائيل الأمنية بشكل كبير، بدأ واضحا أن هذا الجيش الذي قيل أنه قادر على صنع المعجزات وأنه لا يقهر، أنه جيش يمكن أن يهزم، وأنه جيش يمكن أن يكون عاجزا، وأنه جيش يستنزف نعم كما يجري اليوم في غزة، وأنه هذه هي الأهم، هو جيش مجرم، وهو ليس جيشا محاربا، هو جيش مجرم يقتل النساء والأطفال، وبالتالي هو يشكل خطرا في عدوانيته تلك على كل الجوار. ما الذي يمنع في لحظة من اللحظات إذا شعرت إسرائيل بنشوة من القوة أن تفعل نفس ما تفعله في غزة في مصر أو في الأردن أو في لبنان أو في سوريا أو فيما يتعدى ذلك من هذه الدول؟ وأنا أذكر هنا بمقابلة سموتريتش عشية تعيينه وزيرا للمالية مع الإذاعة الرسمية الإسرائيلية، عندما قال أنه لا يعترف بالأردن، وأنه يرى أن حدود أورشليم كما يقول هي إلى دمشق، وأن حدود إسرائيل هي إلى الفرات، وبالتالي هذه هي العقلية الصهيونية الدينية التي تتحكم اليوم بالحكومة الإسرائيلية. لذلك خير لنا أن نفهم هذه العقلية وأن نتعامل معها على قاعدة أنه لا مصلحة لأحد ببقاء هذا الكيان فضلا عن قوة هذا الكيان في المنطقة. هل ترون أي إشارات جدية في تغير ما في الموقف الأمريكي في اتجاه الضغط على إسرائيل وعلى حكومة بنيامين نتنياهو؟ بايدن بالأمس كان له تصريح مهم، قال أنه لا يرى أن بنيامين نتنياهو يقدم ما هو كافي في سبيل التوصل إلى صفقة، يعني شيء من هذا القبيل، قالوا كيربي اليوم في البيت الأبيض. فهل تعتقدون أن الولايات المتحدة الأمريكية مختلفة هذه المرة في هذه الجولة من جولات التفاوض عن الجولات السابقة؟ يعني أنا أعتقد أن الولايات المتحدة حتى اللحظة لم تقدم ما هو كافي لوقف العدوان على إسرائيل. الولايات المتحدة قدمت كل الدعم للكيان الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني. السلاح الذي قدم، الأمريكيون أنفسهم أعلنوا عن 500 رحلة جوية لنقل العتاد. أحد كبار قادة سلاح الطيران الإسرائيلي قال قبل يومين أنه لم يكن بإمكان إسرائيل أن تواصل هذه المعركة 11 شهراً لولا الامداد الجوي والبحري الامريكي بالسلاح والعتاد. الغطاء الامريكي السياسي في مجلس الامن الدولي واستخدام الفيتو الذي يمنع ادانه اسرائيل على جرائمها التي اجمع العالم عليها، التمويل الاقتصادي والدعم الذي تجاوز اكثر من 12 مليار دولار دفعه واحده لدعم الاقتصاد الاسرائيلي الذي بدا يتزعزع نتيجه هذا العدوان.
اليوم أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية تشعر بالانزعاج أن نتنياهو لا يبادلها هذا الدعم بشيء من الوفاء. الكل يعرف أن الإدارة الأمريكية تمر بمنعطف انتخابي حساس قد يفقد الديمقراطيون نتيجته، ليس فقط البيت الأبيض وإنما حتى الأغلبية في مجلس النواب، ويفقدون الكونغرس، وبالتالي يفقدون الوزن السياسي لفترة من الزمن في أمريكا. يشعر الأمريكيون أنهم قدموا لنتنياهو كل شيء وهو لم يتجاوب معهم في شيء، لذلك جيد أن ينتبه الأمريكيون إلى أنه آن الأوان لأخذ موقف مختلف. أيضا لابد أن نقرأ في تصريح الرئيس بايدن أنه يحمل على عاتقه مقتل شخص أمريكي. نحن في البدايات تجاوبنا مع طلب الوسطاء وقدمنا شريطا مصورا يثبت حياة هذا الشخص، وأكدنا أننا حريصون أن يعود إلى عائلته، ولكن هذا يجب أن يكون ضمن سياق واضح ومحدد وهو تبادل الأسرى. الأمريكيون لم يبذلوا الجهد الكافي، وتحديدا إدارة بايدن، بل إن إدارة بايدن أثارت لغطا سلبيا حتى في التفاوض، وآخر محطاته كان بلينكين عندما جاء إلى المنطقة ووقف إلى جانب نتنياهو يقول أن نتنياهو وافق على المبادرة الأمريكية، ثم نعم. يرد عليه نتنياهو بعد ساعات ليقول أنه لم يوافق على ذلك. أنا أعتقد أنه المطلوب من الإدارة الأمريكية ليس فقط التعبير عن الغضب، المطلوب أن تلزمه بالمبادرة التي قدمت للوسطاء ولنا وقبلناها، وهي مبادرة إذا أردنا أن نسجل ملاحظات عليها فهي كثيرة، لكننا رأينا فيها تحقيقا لهدف وقف العدوان وحق دماء الشعب الفلسطيني وانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة وفتح باب للإعمار ورفع الحصار وتبادل جاد للأسرى، فوافقنا عليها. لسنا الآن بصدد الحديث عن بذل المزيد من الجهود، نحن بصدد الحديث عن التزام، وذلك أنا أعتقد أنه جدية الإدارة الأمريكية ستتكشف في مدى التزامها بالضغط على نتنياهو ليقبل ما قدم من مقترح للمقاومة. طيب، بما أننا نتكلم عن الموقف الأمريكي، الموقف الأمريكي أيضا حملكم بصورة مباشرة قتل الأسرى الستة لديكم، ومن بينهم الأسير الذي يحمل الجنسية الأمريكية. لعل البعض قرأ أن حماس وكتائب القسام أصبح لديها استراتيجية جديدة، أنه إذا اقتربت قوات الاحتلال من أي أسير ستقوم بتصفيته حتى لا يأخذوه حيا كما حدث في سابقة منذ شهور قليل. هل هذا صحيح؟ يعني فعلا أنتم اتخذتم هذه الاستراتيجية الجديدة، قتل الأسرى إذا حاول الاحتلال الإسرائيلي أن يعني يفك أسرهم بعمل عسكري أم ماذا؟ يعني بين يدي الإجابة على هذا السؤال، وهو سؤال مهم كما تفضلت. أولا لابد من التذكير أن هناك عددا معتبرا من الأسرى جرى قتله نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي، ونحن أعلنا عن ذلك في محطات عديدة. ولعل الأسيرة التي كشف يوم أمس، وهي أحد الأسيرات التي قتل، كشف عن شهادتها يوم أمس من قبل القسام، كارمن جات على ما أظن اسمها، قالت أنها تسمع صوت القصف كل يوم وأنها تخاف أن تقتل بهذا القصف. أذكر هنا أيضا أنه الناطق باسم كتاب القسام الأخ أبو عبيدة أعلن قبل شهور أن عددا من الأسرى قتلوا نتيجة القصف، وكشف عن أسماء بعضهم وصورهم. وأيضا أعلن قبل مدة ليست بعيدة عفوا أن الاتصال انقطع مع هيرش ومع المجموعة التي كانت تحرسه، وبات راجحا أن الموضوع أدى أو أن فقد الاتصال نتيجة القصف الإسرائيلي. إذا هناك جزء أساسي من الأسرى قتلوا نتيجة القصف، هناك جزء قتل بإطلاق نار مباشر من الإسرائيلي كما حصل في حادثة الشجاعية، والجنود الأسرى الثلاثة الذين لجأوا إلى جيش الاحتلال وكشفوا عن أسمائهم وهويتهم، ورغم ذلك أطلق عليهم جنود الاحتلال النار وقتلوهم، واعترف الإسرائيلي أنه فعل ذلك نتيجة التوتر الذي كان يعاني منه هؤلاء الجنود. وهناك أسرى قتلوا في الاشتباك الذي قام به الاحتلال. الصوت ضعيف بعض الشيء سيد أسامة. حاولت استخلاص أسرى في المسيرات
أدت إلى استخلاص أربعة، لكن ما لم يذكره الاحتلال آنذاك وذكرته المقاومة أن ثلاثة آخرين كانوا مع الأسرى، هؤلاء قد قتلوا، والنتيجة أن الإسرائيلي قصف المنطقة طيب الفلسطيني ذهبوا شهداء ضحية هذا العدوان. ما أريد قوله هنا أنه لا أحد يستطيع أن يقول كيف قتل الأسرى، من يملك الرواية الحقيقية هو القسام، لأن هناك أسرى قتلوا بالقصف، وأسرى قتلوا بإطلاق النار المباشر، وأسرى قتلوا باشتباك مع الإسرائيلي. القسام لديه من الشجاعة والجرأة أن يكشف الحقيقة كما هي. وأنا أذكر قبل مدة قريبة أعلن القسام أن هناك أحد الحراس في حادثتين منفصلتين، حارسين أطلق النار على الأسرى الذين هم برعايتهم، تردد بفعل على المجازر التي ترتكب، وكشف القسام عن تشكيل لجنة تحقيق، وأعلن أن هذا الأمر يخالف قيمنا ومنظومتنا الأخلاقية والمبدئية، ولذلك أخذت إجراءات في التشديد على حماية الأسرى، وأيضا ضبط أداء من يتولوا حراستهم. الأسرى الذين خرجوا في مراحل التبادل المبكرة في نوفمبر الماضي كانوا واضحين في كيفية التعامل الذي لقيوه من حماس ومن القسام، تعاملا جيدا وأخلاقيا، وهذا ما ينسجم مع قيمنا. لذلك أنا أقول إن الرسالة المقصودة من كتائب القسام هي بوضوح أنه إذا استمر نتنياهو في ارتكاب المجازر وفي القصف وفي العدوان العسكري وفي العمليات التي يقول أنها تعينه على استخلاص هؤلاء الجنود على هذا النحو، فإنه سيقتلهم أو سيكون مصيرهم مجهولا، وربما تكون مآلات بعضهم مصير بعضهم كما كان مآل مصير رون أراد. أريد أن أذهب معك لبعض المواقف الدولية. بالأمس كان هناك موقف لافت للنظر سيد أسامة، متعلق بالموقف البريطاني، وقامت الحكومة البريطانية بسحب 30 رخصة سلاح كانت تقدمها للاحتلال الإسرائيلي، ربما كان يستخدم جزء منها في حربه على قطاع غزة. هل تثمنون مثل هذه المواقف أو مثل هذه الإجراءات، وترونها مثلا يعني في الطريق الصحيح أم ماذا؟ يعني كيف تنظرون للموقف البريطاني الذي حدث بالأمس؟ شوف أخي أحمد، رغم أن هذا لا يمثل إلا أقل من 10% من تراخيص تصدير السلاح لإسرائيل، هناك حوالي 350 ترخيص لتصدير السلاح لإسرائيل، تجميد 30 منها هو نسبة ضئيلة، ولكن رغم ذلك نحن نثمن هذه الخطوة ونقدرها ونرى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ونحن نأمل أن يصل الأمر بالحكومة البريطانية أن توقف كل تراخيص تصدير السلاح للاحتلال، لأنه عمليا هذا السلاح لا يستخدم إلا لقتل المدنيين، لا يستخدم إلا لقتل الفلسطينيين وغير الفلسطينيين في لبنان على سبيل المثال، وربما في دول أخرى. هذا السلاح لا يستخدم للدفاع حتى عن النفس، هو يستخدم لقتل الآمنين والمدنيين، ويستخدم للعدوان على شعوب أخرى أولها الشعب الفلسطيني. وبالتالي المطلوب أن تستكمل هذه الخطوة بخطوات أخرى، خطوات من قبيل وقف التراخيص الأخرى، خطوات من قبيل إدانة الموقف الإسرائيلي. نحن ثمنا الموقف الحكومة البريطانية بسحب اعتراضها على إصدار مذكرة توقيف في محكمة الجنايات الدولية بحق نتنياهو ووزير عدوانه وحربه جالانت. نحن كنا دوما عادلين في النظر إلى المواقف الدولية وإلى المواقف التي تنتصر لقضيتنا، حتى ولو كانت مواقف جزئية أو بسيطة. نحن لا ننكر أن هذه خطوات مهمة، ولكننا نقول دائما أن المطلوب ليس فقط بعض الخطوات التحسينية، المطلوب اليوم القصة واضحة، المطلوب فيها هو إنهاء الاحتلال. هناك احتلال يجثم على أرض فلسطين، هناك شعب فلسطيني يريد أن يتحرر. أوهم لحظة أن السلام والمفاوضات يمكن أن تقود إلى الحرية، اليوم بعد 32 سنة من توقيع اتفاق أوسلو يقف نتنياهو ليعرض خريطة للكيان الصهيوني يبتلع فيها الضفة والقدس ويعتبرها جزءا من أرض إسرائيل. هذا هو الواقع الذي يجب أن يدركه الجميع، أنه لا يمكن إلا أن يزول هذا الاحتلال. وبالتالي كل هذه الخطوات الإيجابية نحن نقدرها، لكننا نقول بكل وضوح المطلوب هو العمل الفوري لإنهاء الاحتلال وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه وفرصته في أن يستعيد حقوقه ويقيم دولته المستقلة ذات السيادة وأن يقرر مصيره بنفسه.
دعت الجزائر منذ أيام قليلة لاجتماع طارئ لمجلس الأمن بسبب هذا التصعيد الذي نراه من الاحتلال الإسرائيلي، سواء في غزة وهو المستمر منذ حوالي 11 شهرا، وفي الضفة خلال الأسابيع هذا الأسبوع. كيف تنظرون لهذه الدعوة؟ ماذا تقولون لمجلس الأمن بشكل عام؟ الحقيقة يعني أولا دعني أقول وبوضوح أن ما يجري في الضفة اليوم هو مؤشر مهم على كذب الرواية الإسرائيلية التي حاول أن يسوقها منذ 7 أكتوبر، عندما حاول أن يشتكي ويدعي أن الفلسطينيين هم الذين بدأوا بالهجوم. الفلسطينيون فعلهم كان دوما ردا على العدوان، سواء في 7 أكتوبر أو في انتفاضة الأقصى أو في انتفاضة المباركة في الثمانينات، وفي كل مراحل التاريخ الفلسطيني الذي كان ثورة ضد الاحتلال منذ مطلع القرن الماضي. الآن ما يجري في الضفة أيضا يؤكد أن الضفة لا يمكن أن تقطع، وكل محاولات الإسرائيلي لتفكيك البنية الاجتماعية وإخضاعها عبر الضغط الأمني وشيء من التسهيل الاقتصادي لم تنجح في زعزعة القناعة الوطنية الفلسطينية بأن فلسطين هي للفلسطينيين وأنه لا يمكن أن يواجه الاحتلال إلا بالمقاومة. لكن حجم العملية العسكرية التي يقوم بها في شمال الضفة لا شك أنه أكبر بكثير من مما يدعيه. نعم هناك مقاومة، لكنه يرتكب جريمة في الضفة. ماذا يعني تجريف أكثر من 70% من شوارع مدينة جنين؟ ماذا يعني قطع الكهرباء والماء عنها؟ ماذا يعني ضرب البنية التحتية فيها؟ هو يفعل ذلك لأنه يحاول أن يرسخ في العقل الباطن لدى الفلسطينيين أن أي تحرك للمقاومة سيكون عاقبته وخيمة، ولا يدرك أنه بهذه الطريقة يزيد من شعلة واتقاد المقاومة. ورأينا الرد المباشر بما جرى في جنوب الضفة في الخليل وفعل المقاومة فيها، سيحاول أن يحاصر الخليل ويضع بوابات إلكترونية سيرتد ذلك عليه. أعتقد أنه مجلس الأمن الدولي آن له اليوم أن يقول وبوضوح أن سبب كل ما يجري هو الاحتلال، وهناك قرارات دولية لإنهاء هذا الاحتلال. لابد أن يأخذ مجلس الأمن الدولي قرارا حاسما بإنهاء الاحتلال، وقرارا حاسما بوقف العدوان الذي يقع وفق قراره السابق 2735. يجب أن يرى مجلس الأمن الدولي 50,000 فلسطيني الذين قتلهم الاحتلال بدم بارد. مجلس الأمن الدولي يتحدث بعض أعضائه عن 6 صهاينة قتلهم الاحتلال، سواء بالقصف أو برفض الوصول إلى وقف لإطلاق النار، يتحمل مسؤولية قتلهم نتنياهو. يقف مجلس الأمن الدولي يتحدث عن 6 من القتلى كنا نريد أن يعودوا إلى عائلاتهم، فاوضنا كي يعودوا هم إلى عائلاتهم ويعود أسرانا إلى عائلاتنا، جاء نتنياهو وقتلهم. يقف مجلس الأمن ليصرخ لقد قتل 6 أشخاص، ماذا عن 50,000 فلسطيني الذين قتلهم الاحتلال وجلهم من النساء والأطفال؟ ماذا عن 250,000 فلسطيني من الجرحى الذين لا يجدون علاجا؟ ماذا عن 1.5 مليون فلسطيني نازحين يتحركون من زاوية إلى أخرى في قطاع غزة المحاصر تحت وطأة القصف الإسرائيلي؟ لذلك نحن نريد من مجلس الأمن أن يأخذ قرارا بأنه لا يمكن أن يفضل دماء أشخاص على دماء الشعب الفلسطيني. إما أن تكون هذه المسألة واضحة، وإلا فإن كل ما يقال عن قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان هي قيم بالية غير حقيقية، هي كذبة مصنعة. أنا أعتقد المطلوب من مجلس الأمن أن يدين الجريمة الإسرائيلية في قتل 6 الإسرائيليين الذين رفض نتنياهو استعادتهم بتعطيله لمسار التفاوض. وبالمناسبة بعضهم كان يفترض أن يعودوا في نوفمبر الماضي عندما كانت عملية التبادل تتم على قدم وساق، فعطلها نتنياهو. وبالتالي نحن نريد من مجلس الأمن أيضا أن يحقق في قتل الأسرى الفلسطينيين. 60 أسير استشهدوا في 10 شهور الماضية تحت التعذيب. هناك أسير استشهد قبل يومين في التعذيب الميداني. هناك إعدامات ميدانية بالعشرات في غزة، وبدأت هذه الإعدامات الميدانية في الضفة أيضا في الحملة الأخيرة. كل هذا نريد أن يراه مجلس الأمن. لا نريد أن يقف مجلس الأمن أعورا لا يرى إلا بالعين التي تريدها إسرائيل وأمريكا. يجب أن يرى مجلس الأمن الصورة كاملة. الصورة ملخصها: هناك شعب يقاتل ليتحرر، وهناك عدوان طاغ وباغ
يجب أن يتوقف هذا العدوان وأن نعم يتحرر طيب هذا الشعب، وعندها ستكون المنطقة قد اتجهت باتجاه الاستقرار، وإلا فلا استقرار ما دام الاحتلال يكرس هذه الممارسات. أعلم أني أطلت عليك سيد أسامة، لكن لدي سؤال أو أكثر وأنهي معك. أنتم في مأزق، سامحني دعني أتحدث معك بصراحة أكبر. المقاومة الفلسطينية في مأزق، 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة في مأزق، في مأزق أن على الأقل على مستوى المقاومة تحاربون بمفردكم، يعني لا توجد دول عربية أو إسلامية تقوم بدعم وإسناد الشعب الفلسطيني على الأقل في قطاع غزة بالشكل المطلوب أو حتى أقل مما هو مطلوب. المجتمع الدولي يعني بعيد كل البعد ويقف موقف المتفرج إلا قليلا بمؤسساته الدولية. حتى محور المقاومة بدأ أنه يعني قدم ما في وسعه ولا يستطيع أن يقدم أكثر من ذلك أيا كان، يعني هو كافي أو غير كافي. أنتم في مأزق، المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس في مأزق حقيقي أمام حكومة إسرائيلية توصف بالأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وهي تريد أن تقضي على غزة وعلى الضفة وتعيد صياغة المشهد دون فلسطينيين. هل هذا حقيقي؟ شوف أحمد، إذا أردت أن تذهب في البحث سياسيا، فأنا أعتقد أن من يقع في مأزق حقيقي هو الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني الذي على مدى 70 سنة جرى محاولة تأهيله ليكون كيانا طبيعيا في المنطقة، اليوم هو كيان شاذ ناشز، لا يستطيع أحد أن يقول أنه كيان طبيعي في المنطقة. الكيان الصهيوني الذي قام على ركيزة الأمن والاقتصاد والاعتراف يفقد الاعتراف، والاقتصاد يهتز والأمن واضح أنه يهتز. الكيان الصهيوني اليوم باعتراف الإحصاء الإسرائيلي هناك 1 مليون إسرائيلي منذ خلال 10 أشهر الماضية غادروا هذا الكيان، على الأقل 400 ألف منهم أكدوا أنهم ليسوا بصدد العودة، بل بدأوا باستعادة جنسيات آبائهم وأجدادهم التي كانوا قد جاءوا بها إلى فلسطين كمحتلين ومستوطنين. الكيان الصهيوني لأول مرة يجد نفسه أمام معركة على أرض فلسطين مع الشعب الفلسطيني، ولا يستطيع أن يهزم هذا الشعب ولا يستطيع أن يكسر إرادة هذا الشعب. نحن نعاني لكننا لسنا في مأزق، والمعاناة التي نعانيها هي معاناة التقدم إلى الأمام ومعاناة الصعود، وليست معاناة الانكسار، ليست معاناة الخلل في الرؤية ولا في الاستراتيجية. نحن شعب يريد أن يتحرر، ومن أجل أن يتحرر يريد أن يقاوم، وعندما يقاوم لابد أن يقدم التضحيات. في الضفة عندما بدأت العملية 7 أكتوبر لم يكن هناك قتال، قتل الإسرائيلي خلال الشهور الأولى في الضفة 500 فلسطيني واعتقل 10 آلاف فلسطيني، وكانت النتيجة أنه أوصل الفلسطينيين إلى انطلاق مقاومة جديدة في الضفة. بكل الأحوال هناك رسالة يرسلها الإسرائيلي إلى الفلسطينيين أنه لا مجال للتعايش، الحل إما أن نبيدكم وإما أن تقفوا لتقاوموا. الجواب الفلسطيني هو أننا سنقف وسنقاوم وسنواجه. لا شك أن الألم الذي يقع علينا هو ألم كبير وكبير جدا، وألم أصعب من أن يوصف، ومهما حاولنا توصيفه فهو يقلل من قيمة هذا الألم، لكنك لا ترى في هذا الشعب انكسارا. هذا إذا جئت أن تتكلم في البعد السياسي. أما إذا جئت أيضا أن تضيف في موضوع المنطقة، إذا غلبت إسرائيل في هذه المعركة فعلى الجميع أن يدرك تماما أن إسرائيل ستتعامل معهم كعبيد وهم سادة، ولذلك نحن اليوم نمثل صخرة لا تحمي القضية الفلسطينية وحدها، وإنما تحمي أمتنا وقضية هذه الأمة ووجودها. أما إذا شئت فنحن نؤمن عقيدة راسخة أننا بفضل الله سبحانه وتعالى بصلتنا بالله وبقوته سننتصر. نحن ليس عندنا شكوك أن النصر قادم. وأنا أذكر أن ياسر وسمية قتلا معذبين في بطحاء مكة، لكن النصر جاء بعد سنوات وشهد عمار ابنهما هذا النصر. نحن لن يشهد أبناؤنا النصر، نحن الذين سنشهد هذا النصر إن شاء الله تعالى، وشعبنا المعذب الصابر الصامد سيشهد هذا النصر. أما الحديث عن مأزق من أجل إحباط ومعنويات شعبنا ومن أجل دفع مقاومتنا للوراء، فأنا أعتقد أن هذا لا يمكن أن يكون مقبولا بحال من الأحوال. السيد أسامة حمدان عضو المكتب السياسي بحركة حماس، كنت معي عبر الإنترنت، شكرا جزيلا لك.